哎呦我的妈！السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ معكم يزن ومعكم سارة معكم يمين ومعكم بابا معكم أبيز العربي. أصدقائي الغوالي متابعين يزن وسارة ويامن أبيز العربي، الله يسعدكم يا رب. أصدقائي اليوم الفيديو هو تحدي، هو التحدي ممنوع تضحك، لازم تضحك. طبعا هو تحدي الفلتر، أنا راح أحط لنا للأولاد حط فلاتر على سناب شات أو على تيك توك، كل واحد راح صوره مقطع فيديو أحط له الفلتر بدي أنا، وهي فلاتر يعني كوميدية. صح. وفكرة الفيديو باختصار يعني شو بدنا نكون للكوميديا. كوميديا. هو الفيديو كله ضحك وضحك. حبينا نسوي هذا الفيديو اليوم على طلب سارة. سارة طلبت مننا نسوي تحدي الفلاتر، فاليوم نسوي. هلا يا أصدقائي رح نبلش أول واحد مع سارة. صح. أنت طلبتي التحدي هذا؟ رح نسوي معك. طبعا أنا رح أصورهم هون، بصورهم وبتعرض عليهم الفلتر، وبعدين أنا على المونتاج بركب الفلتر بشوف. ماشي. طبعا أصدقائي هن ما بيعرفوا أصلا شو بدي أحط لهم فلاتر، أنا بدي أحط من عندي هلا. بختار الفلتر اللي بناسبني احطه لسارة او ليزن او ليمن، انا كيفي. هلا هن ما بيعرفوا شو احط لسارة، بتعرفوا؟ لا والله. راح اختار هذا، انتوا بتعرفوا انتوا هذا الفلتر. طيب هاد سارة جالوا ورقتوا، تعال عندي يا سارة. جاهزة تشوفي؟ جاهزة. جاهزة يا سارة؟ جاهزة. اوكي يا سارة. عم نوضح. ديرها. يوم برافو عليك، انت ما بضحك يعني، ما ضحكك يعني؟ ضحكني. يلا اوكي، جهزي حالك، جهزي حالك. هو في دوري. بده وريه. هلا بدنا نحط له يزن. بدنا نحط له استاذ يزن. نحط له يزن، بدنا نحط له يزن. لا لا انا بضحك. يلا يزن جاهز؟ يلا. جاهز شوف؟ جاهز؟ جاهز طرام؟ عجبك؟ ما ضحكت؟ ما ضحكت والله. أبكي؟ ماشي ماشي. إيش علي هلا تشوف شو لسه جاي الفلتر، هلا الفلتر هلا جاي. أنا هلا صار دور يامن، يلا يا يامن جاهز؟ أنا قلت له أنا صعب الضحك. ايش عليه؟ اعطيني شيء ثقيل. نعم اعطيني 6 9. يامن تصل هنا ضحك. يلا يامن. لا خليك لا تسوي. لا يا زلمه رجع ورا، رجع رجع رجع. ايش بقولك؟ خليك عادي عادي. جاهز تشوف؟ جاهز تشوفه؟ نرجع لعند سارة. يلا يا زلمة جاهز؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة. اوه ايش الشخصية؟ ايش التم؟ ايش الشوارب؟ ما عليك ما بعرفك انا. تعال يا حبيبي. ليه طلع فيها؟ شو؟ شو سارة؟ جاهز يا يامن؟ جاهز. هلا صار دور يامن. جاهز؟ جاهز. يلا غد. شوفوا لي الشخصية. ايش عم تشوف؟ ما انا هيك. خليك عادي عادي بابا، خليك عادي عادي عادي. هذا بدون فلتر. ايوه عادي خليك، ايوه. بدون فلتر شخصية. اها. شوفوا لي طلع لفوق هيك لهون لهون. شوفوا لي يا من غاري غاري
ما ضحكت على حالك تا شوف تا تضل زلي بنتي انا جنن؟ ما ادري ايه ما ادري حط فتره لحالي هلا نحن صار يلا هلا دور ساره هلا اخر دور هلا عندنا ساره ويزن ويام خالص بعدين بجاوب لحالي اخر واحد انا ايه اصلا اوكي جاهز يا ساره؟ جاهز جاهز ورا قربي عندي قربي تعي 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 حركي هيك لفوها تحت بس انت ساره بدها تضحك خذي يمين شمال يمين شمال يمين شمال تعال شوفي تعال هذا عادي بس يعني حط لك اياه يا حلو ما حلو انا مش هروح انا مش هروح 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 تمام تعال لك بس نضحك هيك الحواجب تعال لك نحط له غيره ايش هذا اللي دقني جهز حالك هذا خذ غيره خذ غير هذا شوف شوف هنا هذا خذ هذا شوف اللي هذا حلو اه خلوني هذا طراز يمين يا قطه انت يا قطه يا قطه ماشي هلا صار دور يامن واخر في دور يامن يلا يامن جاهز بعد دورك دخلي بلا انا دوري انا جاهز جرب طيب نزل واحد بنجرب واحد يلا واحد اثنين ثلاثه حرك عيونك هيك هيك لفوق لتحت لتحت لفوق هيك لفوق شو؟ هذا عبيد ماني ولا مبعد طيب أصدقائي الله يسعدكم يا رب إذا إيه أنا بنتي يا أمي خلاص يا أمي ألا خلي أجرب أنا نحن نختار طيب مين اختار أنت اللي أنت ما تفوزين طيب استنى شوي استنى يلا أوكي هلا بس سامعني بس أحفظ هذا الفيديو بعدين تختاري الفلتر لشوف بس تكون حلو لك ها تختار لي الصعب تكون حلوه لكن واحد شوف واحد هذا شوفه بزه لا بزه لا ليش صار هذا احكي مع متابعين احكي مع متابعين مرحبا متابعين شلونكم خلص خلصونا ها خلص يلا صور روح جاهز جاهز ضحك شوي تو هيك عيني هاك اليمين يسار ايه سو تحت كبوك اني حال ضربك بوكس ثلاثي الابعاد هيك بس دولي يلا اوكي لا خلصنا اصدقائي الله يسعدكم يا زلمة احكي كلمة مع متابعينكم شكرا كثير اخواتي حطوا لنا لايك نحن بنشكركم على اللايكات شكرا لكم يعني على المتابعه على المشاهده على اللايكات وعلى على التفاعل برجع بقول لكم اصدقائي حطوا تعليقات لهذا الفيديو لو خيروك لو خيروك نصور في المقدمه ما حكينا بس هلا بحكي حطوا تعليقات لو خيروك ان شاء الله رح نصور لو خيروك الفيديو القادم ان شاء الله واي شيء بدكم كمان تحديات اذا حبيتوا انا اتحدى الفلتر كمان نسوي واحد ثاني نسوي جزء ان شاء الله يلا اخواتي اهم شيء يا مين حبيت هذا الفيديو حبيته بيته حلوه طيب هن هلا ايش نقول للمتابعين وين هن؟ وين؟ بأبي وعيني انتوا بأبي وعيني تفضلي ساره لايك شباب اشتراك اللايك اشتركوا لنا يا حلوين اللايك لساره لانه هذا الفيديو طلب ساره قال بابا انا بدي اسوي فيديو تحدي الفلاتر انها تكرهني فجروا اللايك فجروا اللايك فاذا تحبوا ساره حطوا لها لايك لساره وليامي كمان تحبوا ليامي ما؟ ولبابا لازم ما تحبونا؟ تحبوا يا زونه؟ لا ما نحبها طيب اذا تحبونا كلنا نحن
حطوا لنا لايك للفيديو. يلا شباب باي، نحبكم جميعا، نستأذن منكم والسلام عليكم. باي.